بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأقدر، أفضل الأقدر سبحانه وتعالى. نعود لنفس الآية، يعلم أي الله ليس سواه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني اللي جاي بالنسبة للثقلين، ولا بالنسبة للحيوان، يعلم ما بين أيديهم أي قبل أيامهم، وما خلفهم فيما تركوه من خير أو شر، من علو يما أو من خساسة، وأهل ما جرى يعلم ما بالدقة. زاد العلم، مش قالوا علم السياق وعلم النظار، لا لا، فك عليكم يا ناس، هاكم ناس خذوا حاجة ويبالهم حاجة كبيرة فتغوا بها وتجبروا، ولا ينتظرون إلا نهاية ما لا تكون كارثية بالنسبة لأقوام كهؤلاء. وشكون جمعوا؟ جمعوا في الأول الأمواج، جمعوا فساد الغرب، ضاق بهم سجون لبنيار ذوما، فتخلصوا منهم بالطريقة دي. هاي برا، أنت خوذ فك الأرض المجهولة، كان قضي عليك، ارتحنا منك، كما أنا حصلت الحاجة ندور ونفكها لك ونقتلوك ونخلقوا لك المشاكل. هذه قاعدة قوي في الولايات المتخذة، ولا في الخالية المملكة المتخذة، ولا أوروبا المتخذة، ولا الصين المتخذة، ولا روسيا المتخذة، ولا اليابان المتخذة، أنا دائما، ولا العرب المتخذة. كلكم بنيتوا مفاهيم ليست علمية عن رب البرية وعن خلقه بالكلية. نعود إن شاء الله تعالى.